بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا أنهينا الحديث يا جماعة عن التصور بتاع الموقع اللي احنا بنيناه ريسبونسيف مع بعض، تمام. الطريقة اللي احنا بنينا بيها الموقع يا جماعة كانت إن احنا عملنا وان سيبريتد ملف سي اس اس وحطينا فيه كل الرولز اللي احنا كنا محتاجينها، بدليل ان احنا قسمناه لرولز جنرال اللي هي كانت جلوبال ستايلز، وستايلز خاصه بالديسكتوبس، ستايلز خاصه بالموبايل، ستايلز خاصه بالتابلتس. وتحت كل كومنت ابتدينا نكتب شويه الكودز الخاصه بيه. ديت كانت طريقه. كان في طريقة تانية يا جماعة، مش عايزين نمشي من التوتوريال ديت من غير ما نمهدها، من غير ما نقول برضو فكرتها للناس. ان الفكرة التانية يا جماعة بمنتهى البساطة، ان انت راح تدرج او هتخلي لكل تصميم ملف سي اس اس سيباريتد، بمعنى ادق هيكون كل ملف بيستهدف تصميم معين او ديفايس معين، لملف سي اس اس سيبريتد لوحده يعني. فده هيكون المحصله بتاعتك تابلت دوت سي اس اس ملف سيبريتد في كل الستايلات الخاصه بالتابلتس والتابلتس بس يا جماعه. الجانب الثاني في الديسكتوب دوت سي اس اس ملف سيبريتد في كل الستايلات الخاصه بالسي اس اس الديسكتوب ديفايسز سيبريتد، والموبايل دوت سي اس اس نفس الفكره يا جماعه، تمام. فالكلام ده هيخلي لك ان انت عندك ثلاث ملفات، كل ملف خاص بستايلاته لونلي لوحده، تمام. ده هي الجانب الامر ده يبدو كجانب تنظيمي جيد جدا ورائع وممتاز وبيوفر عليك، لكن ليه ده اون سايت؟ اولا حاجتين. النقطه الاولى ان الجلوبال ستايلز بتاعتك راح تتكرر في كل ملف سي اس اس سيبريتد، فاهمين فاكرين انت محتاج تعمل ريسيت في كل ملف سي اس اس يا جماعه. ديت نقطه. النقطه الثانيه ان في نقطة سبق ان احنا اتكلمنا عنها في كورس السي اس اس، كانت عبارة عن الـ الـ في الحلقة الخاصة بالسبرايتس، حاجة اسمها ال HTTP ريكويست. انت لما بتيجي تعمل ريكويست او تنادي على ملف معين، لما بتيجي تعمل براوسنج للمواقع بتاعك، الموقع بيبقى متخزن على سيرفر، كل السيرفر ده بيكون فيه كل الملفات، ملفات السي اس اس بتاعتك كلها. في فرق لما انت تكون الستايلز بتاعتك كلها متخزنة في ملف سي اس اس واحد بس، فانت بتعمل HTTP ريكويست واحد بس، بتطلبه مره ومره واحده وواحده بس. لما بيجي بنستدعيه بيبقى له ريسبونس، فبيتخزن فين؟ بيتخزن في الكاش بتاع البراوزر بتاعنا، ده اللي بيخليه مستهلك. طيب ده الجانب. الجانب الثاني، انت لو عندك ثلاث ملفات سي اس اس سيبريتد، فانت هتعمل ثلاث HTTP ريكويستس، وكل ملف وكل ريكويست من دول هيتخزن برضو في الكاش بتاعت البراوزر سيبريتد. فديت بيعمل لود على الكونكشن بتاع الانترنت، وبخاصه لو كانت الستايلز بتاعتك كتير. فده جانب، ده الباد سايد بتاع القصه دي، رغم ان هو كجانب تنظيمي جميل جدا. بالنسبه للطريقه اللي احنا عملنا بيها الكور ديت يا جماعه، كل الفكره باني انا هستخدم وصم اللينك، باني احدد الاتش ريفرنس واكتب الميديا كويري بتاعي في الميديا. الميديا ده تتعامل كانها ايه؟ كانها اتريبيوت، نفس الميديا بالظبط، نفس الطريقه اللي انا كتبتها المره اللي فاتت يعني يا جماعه. دي الطريقه اللي انا كنت بدرج بيها او بنفذ بيها الكيفيه دي، او النوع ده من ادراج او الامبيدنج للميديا كويري جوه ملف السي اس اس بتاعي. لكن الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها، الطريقه اللي قبل ديت لما عملنا ملف سي اس اس واحد، هي ليها داون سايد برضو، من انت ملف السي اس اس بتاعك هيبقى حجمه طويل وانت ممكن تتوه فيه، بس الكلام ده اتحل يا جماعه ان احنا عملنا كومنتنج وكده. لكن برضو من ضمن النقط الجميله اللي فيه انه بيعمل لك اتش تي بي ريكوست واحد بس، وفي كل الستايلز بتاعك بمجرد ما ينزل على الكاش بيبقى تمبو بيستهلك عادي. الجانب الثاني انه هو مكان واحد في كل الاكواد بتاع، فانت مش هتطلع في ملفات مختلفة وكده يعني، تمام. ده بالنسبة لنقطة وجب ان احنا نتكلم عنها قبل ما ندخل للنقط اللي جاية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.